ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير ومعكم اماني سالم. احنا النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا جدا، هي الكشري. هنعمله بطريقة مبسطة في 5 دقايق بس، ويلا بينا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير. دلوقتي احنا حضرنا معانا نص كوباية عدس وغسلناه وحطيناه في الحلة وحطينا عليها مية. هنحط مكونات عليها عشان يبقى طعم العدس كمان حلو جدا في الكشري. المكونات بتاعتنا ربع معلقة ملح ونص معلقة كمون وتوم باودر، بيبقى طعم العدس حلو جدا جدا. وهنقلب المقادير كلها على بعض بالشكل ده، نحط رشه فلفل اسود وهنرفع الحله على النار لحد ما المكونات معانا تستوي، بس العدس ميبقاش مستوي قوي، يكون نص سوا خلاص. يلا بقى بعد كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا حضرنا معانا الحله اللي هنعمل بقى فيها الكشري. هنحط ربع كوبايه زيت بالشكل ده، ومقطعين البصل طنشات رفيعه، هنحطه بقى في الزيت يتحمر. وهنحط في البصل مكونات حلوة جدا علشان البصل بتاعنا يبقى طعمه خطير وهو على الكشري. هنقلبه كده تقليبة خفيفة. هبتدي احط توم باودر وهقلبها كده هو بالشكل اللي زي ما انت شايفة، ونص معلقة صغيرة كمون وتوم مفروم ني، بيبقى طعم البصل رائع جدا 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 بالطريقة دي فظيعة. والخطوة بقى الأساسية أو الخطوة السرية، هنحط ربع معلقة سكر. هتشوفي الكشري بتاعك هيبقى رائع جدا جدا جدا. ودي ربع معلقة دقيق علشان يبقى البصل معايا مقرمش كده وحلو. خلاص كده خلصنا البصل. الزيت بتاع البصل اللي اتبقى مننا هحط الشعرية بتاعتي زي ما انت شايفة كده بالظبط. نزلنا ربع كوباية شعرية، هنقلبها كده هو في تقليبه خفيفه بس تشوح، ويبقى لونها كده بامبي فاتح ميبقاش غامق بالشكل اللي انت شايفاه. اكون غاسله كوبايتين رز زي ما انت شايفه كده بالظبط. هنزلها على الشعريه وهن برضو نشوحها معاها تقليبه كده خفيفه بالشكل ده، بيبقى طعمه رائع جدا جدا لما واخد زيت على البصل. احط بقى مكرونه عقل صغيره، وهحط مكرونه سباكيتي يعني اللي موجود عندك تحطيه. وهنقلبه بقى التقليبه كده كله المكونات كلها على بعض، بيبقى طعمها فظيع حقيقي، سهل جدا جدا. دلوقتي بقى هحط ميه سخنه، هكون عامله في الكاتل ميه سخنه وهنزلها على الخليط بتاعنا. ودلوقتي احنا معانا مرقه الدجاج، هنحطها على الكشري بتاعنا، بيديها طعم جميل جدا. وهنحط طبعا رشه الملح بتاعتنا زي ما انت شايفه بالظبط كده، وهنحط رشه فلفل اسود، وهنحط توم باودر وبصل باودر، هيخلي طعم الكشري بتاعنا فظيع مختلف عن اي كشري تاني. وهنقلبه بقى مع بعض تقليبه كده بسيطه. وبالنسبه لمستوى الميه، هنجيب معلقه بالشكل ده هنحطها في نص الحله. لو المعلقه وقفت معايا يبقى الكشري معايا ميته مظبوطه جدا جدا، ولو مش هتعرفي بالمعلقه يبقى المستوى الميه فوق الكشري سنتي واحد زي ما انت شايفه كده بالظبط. هنبتدي بقى نغلي غلوتين وهنوطي عليه، ويلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. وده شايفه ده شكل المعلقه ازاي واقفه وما وقعتش معايا، يبقى المستوى الميه صح. ودلوقتي دلوقتي معانا بقى الكشري بتاعنا كده استوى ما شاء الله، شايفه مفلفل ازاي مش معجن خالص، وطعمه وريحته فظيعه. وده شكل الكشري بتاعنا بعد ما قدمناه على السفره، شكله يفتح النفس وحلو جدا وريحته فظيعه وطعمه رائع. هتعمليه بالشكل ده هيعجبك جدا. قطعنا طبعا طماطم وسلقنا حمص وحطينا البصل بتاعنا والعدس ورشينا بقدونس كده فوق الوش. ان شاء الله تعجبك بالطريقه دي، حلوه جدا جدا. ويلا مع بعض نشوف كده الكشري بتاعنا يبقى شكله عامل ازاي. وان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، ولو الوصفه ان شاء الله عجبتكم اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. وبالنسبه لصلصه الكشري هسيب لكم الرابط بتاعها، وان شاء الله مع بعض في وصفات تانية اجمل واجمل. وكان معاكم اماني سالم، وان شاء الله بالف هنا وعافيه.